السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة النادي الأهلي السعودي أمام نادي ضمك السعودي، مباراة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجديد 2021 2022. متابعينا الكرام، المباراة بإذن الله تعالى اليوم الأربعاء الموافق 25/8/2021. الأهلي في مواجهة ضمك الساعة 8:45 دقيقة، يعني 9:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة. السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة معادها الساعة 7:45 دقيقة، يعني 8:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، ومعادها الساعة 6:45 دقيقة، يعني 7:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. المباراة أيضا معادها الساعة 9:45 دقيقة، يعني 10:15 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، ومعادها الساعة 5:45 دقيقة، يعني 6:15 مساء توقيت جرينتش وموريتانيا. متابعين الكرام، القناه الناقله للمباريات او مباراه يعني الاهلي امام ضمك قناه اس اس سي سبورت 1 اتش دي 1 اس دي اس سي سبورت. بالنسبه للقناه الاتش دي معلق المباراه جعفر الصليح، بالنسبه للمباراه الاس دي معلق المباراه فهد الدريبي. الملعب ملعب مدينه الملك عبد الله الرياضي. اشترك في القناه وفعل زر الجرس عمل لك الفيديو لتنسى توقع نتيجه المباراه مثل في التعليقات. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.